اليوم في مباراة الدرعية وسنوت مشاهدينا الكرام حصلت حالة بسق من قبل أحد لاعبي الدرعية، ونشاهد الآن معكم على الشاشة نشاهد هذه اللقطة من قبل أحد لاعبي الدرعية تجاه زميله في نادي سدوس في حركة لا أخلاقية نتمنى ألا نشاهدها في ملاعبنا السعودية. أبو سلطان، تعليقك على هذه اللقطة؟ طبعا لجنة الانضباط موجودة والمفروض تطبق عليه اللائحة، يعني بدون تهويل، يعني في وجهة نظري اللائحة موجودة وطبق عليه النظام بكل أمانة، لأنه بصراحة هذا شيء وارد في كرة القدم، بالإضافة إلى تكثيف الوعي من خلال اللاعبين المميزين في كثير من الدوريات العالمية، وده في يكون وعي دائما في بداية المسابقات في نهاية المسابقات من اللاعبين المميزين على مستوى، حتى موجود لجان وفي جميل. لجنة عند لجنة الأخلاق. طيب، نشاهد هذا اللقاء اللي اجراه زميلنا عبد العزيز حميد مع نفس اللاعب بعد نهاية المباراة ونسمع ماذا قال اللاعب. ماذا اسوي؟ كرة قدم هذه، ما سويت انا اي شيء، هو اللي جاني ومد داري. كابتن خل اتكلم لك، يعني اللقطة طالعة على الهواء مباشرة، اقسم بالله يعني اول مرة ممكن واحد يحلف، بس اخذ العلك وحطه في وجه زميلي. وشو ايش سويت؟ لا لا كنت حطيت له، لا 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 اتحداك، ما انا ما حطيت عليك، ما كنت اصلا اكل عليك كابتن. طيب خلاص مو علك، المخرج الان قاعد يعيد لنا اللقطة، شو اللي طلع من فمك كابتن وحطيته في وجهه؟ ما طلعت لي سمي عادي، انا كنت انا جيت قلت له معلش وهو طاح سوى نفس اللي مثله. انت ما قلت له معلش؟ شوف اللقطه عندنا الان قاعدين يشوفونه. شوف معلش، ما انا ما جيت، ما مديت يدي، ما حطيت اي شيء، ما كان عندي تفاعل اصلا ولا شيء. المخرج يقول قاعد اعيدها مره ومرتين كابتن، يعني ايش قصدك انت؟ وش قصدك كابتن؟ صعبه. لا 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 الحمد لله، ما انا ما جيت ولا شيء، في لقطه عندك شوف، يعني وش غلطتك عليك ولا شيء؟ انا اشوف بصراحه يعني في ناس ينكرون يعني اللي يعملونه، لكن بالطريقه هذه ما اعتقد ان في واحد يمكن ينكر شيء واضح، يعني ونقول احنا الان معنا الصوره معنا عبد العزيز حميد، يمكن اول مره يقسم ان الصوره الان ظاهره معه، بعدين في اسلوب جديد الان للبصق. انا بصراحه الا الحماقه اعيت من يداويها، يعني انا الان اتمنى للاستاذ الراقي جدا خالد خيم رئيس الدرعيه انه يكون في قرار شخصي منه خلاف قرار لجنه الانضباط، على اعتبار انه تصرف مشين مكابره من اللاعب بطريقه جدا سيئه، وللاسف انه من مباراه القلاء اللي يتم نقلها، يعني تصرف جدا سيء ولا يليق، لا انساني لا رياضي، سمه ما شئت، قائمه طويله يعني، مع احترامي يعني الرأفه بمثل التصرفات لن تضيف الا المزيد من تكرارها.